الحقيقة أن الورث بن كعب كان من ضمن العلماء الذين شاركوا في معركة المجازة، وكان مقيما في نزوة، وكان اختياره من قبل العلماء، لا كما تقول هذه قصص. العلماء بعد أن عزلوا محمد بن عفان اجتمعوا فيما بينهم واتفقوا على مبايعة الإمام الوارث بن كعب الخروص بالإمامة، وهي في الحقيقة بداية للإمامة الإباضية. ويعد الإمام الوارث بن كعب هو مؤسس الإمامة الإباضية الثانية. الإمام الوارث بن كعب كان إماما عادلا، سار على نهج سلفه الإمام الجلندة بن مسعود في العدل والإنصاف، ولذلك تمكنت عمان من الاستقلال. وحاول الإمام الوارث بن كعب أن يبعد كل من حاول أن يزعزع من كيان هذه الدولة، وخاصة بني الجلندة الذين استمروا في مقاومة الأئمة. طبعا تتساءلون من هم بني الجلندة الذين يخرجون في كل إمامة؟ بني الجلندة هؤلاء هم في الحقيقة، نرجع إلى حادثة الإمام الجلندة عندما قتل أبناء عمومته الذين قلنا بأنهم خانوا، ظل هؤلاء ومن جاء من نسلهم دائما يثورون على الإمامة ويسعون إلى السلطة، لأن كما قلنا سابقا بأن بني الجلندة حكموا عمان ولكن باسم الدولة العباسية. ولذلك سنجد بأن هذه المناوشات والثورات دائمة وبصورة مستمرة تظهر ما بين الفينة والأخرى في الإمامات. عموما من الأعمال التي أو الأحداث التاريخية التي حدثت في عهد الإمام الوارث بن كعب هي محاولة بن العباس السيطرة على عمان مرة أخرى. طبعا الآن من تعيين مع الإمام الوارث بن كعب عين عام 179، ففي هذه السنة أو في بعد ذلك في سنة 182 تقريبا جاء نبأ أن هناك جيوش تعد لغزو عمان، ووصلت من رجل من العمانيين يسمى داود بن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة. المهالبة سبحان الله، يعني على الرغم أنهم قد اختلفوا عن العمانيين في المذهب إلا أن الولاء العماني ما زال مستمرا، وتجدهم يتعاونون كثيرا مع العمانيين. وطبعا المهالبة هؤلاء يعني تحتاج إلى دروس كثيرة جدا. المهالبة قادة، ومنهم العلماء ومنهم الشعراء، فاستخدموا قادة وولاة، استخدمهم الدولة الأموية واستخدمتهم الدولة العباسية، وظهر منهم العلماء والشعراء، وظهروا في بلاد المغرب، وظهروا في بلاد المشرق، وظهروا حتى في الأندلس، وكلهم ينتمون إلى ذلك القائد المشهور المهلب بن أبي صفرة، واشتهروا بالمهالبة على الرغم أنهم ليسوا كلهم من نسله، بعضهم من أبناء إخوانه، إلا أن شهرة المهلب طغت على هذه المجموعة وأصبحوا يطلق عليهم المهالبة. فقد حكموا البلاد المغرب قرابة 25 سنة واليا تلو الآخر باسم الدولة العباسية، وكذلك أيضا كانوا في الدولة الأموية، وقلنا قبل أبوهم أو المهلب كان محاربا للأزارقة. عموما داود هذا أرسل رسالة إلى العمانيين بأن هناك جيش قادم إليكم، مما جعل الحكومة في عمان والإمام في عمان تستعد لهذا الجيش. وكان هذا الجيش بقيادة عيسى بن جعفر، فجاء هذا الجيش إلى عمان، وأرسل الإمام الجلندة بن مسعود إلى واليه على صحاب مقارش بن محمد أن يستعد. الوارث ما شاء الله، بارك الله فيكم، لا تستغربوا، جزاكم الله خيرا. فأرسل الإمام الوارث بن كعب إلى واليه على صحار إن استعد، فجمع الجيوش من صحار وما حولها وخرج بهذا الجيش، وخرج الإمام نفسه من نزوة أيضا بجيش آخر، وخرج مقارش ومن معه، والتقوا بجيش عيسى بن جعفر في حتى،
وتمكنوا من الانتصار على هذا الجيش، وجيش كان قادما عن طريق البحر، فتمكنوا منه وهرب الباقون إلى سفنهم، وقام العمانيين بإغراق هذه السفن. بمعنى آخر أنهم أبادوا الجيش عن بكرته حتى قائده أسروا. فأسر عيسى بن جعفر وأودع في السجن، في سجن والي صحار، وتصل الأنباء إلى الإمام وهو قادم إلى صحار، نبأ الانتصار فرجع فحمد الله عز وجل ورجع إلى نزوة. وهذه أول محاولة، وكان ذلك في زمن هارون الذي يسمى بالرشيد، ومن يقرأ عنه لا رشد فيه لكي يسمى رشيدا، ولكن أيضا القصص التي نسجت حوله يقولون بأنه كان يحب عاما ويغزو عاما، ثم يتحدثون فيه أشياء كثيرة. والحقيقة صحيح أنهم كانوا يطلق عليهم خلفاء، ولكنهم بعيدون عن هذا اللقب. ومن يقرأ عن دول العباسية يجد العجب العجاب في قصص هؤلاء الخلفاء، ولعلنا سنمر على بعضها عندما نأتي في حينه. عموما فهارون عندما سمع بنبأ هزيمة هذا الجيش أقسم أن يرسل جيشا آخر، ولكن الله عز وجل عجل بروحه فمات قبل أن ينفذ أن يبر بقسمه. هذه من ضمن الأحداث التي وقعت في زمن الإمام الوارث بن كعب. طبعا الآن نقف عند عيسى بن جعفر. عيسى بن جعفر أودع في السجن، في سجن صحار، وهناك روايات وهي من الكتب الفقهية طبعا. وكان العالم حينها العلامة علي بن عزرة، وفي رواية تقول بأن الإمام نادى في الناس أو نادى في العلماء، في علماء نزوة، بأنني قاتل عيسى، يعني سأقتل هذا القائد، ليسمع آراءهم. فقال له هذا العلامة: إن قتلته فواسع لك، وإن أبقيت عليه فواسع لك. ويقال بأن مجموعة من الشورى يقودهم رجل يسمى يحيى بن عبد العزيز خرجوا من نزوة وتسوروا السجن وقتلوا عيسى بن جعفر في سجنه. وطبعا هؤلاء الشورى لعلنا تحدثنا عنهم بصورة مختصرة في عهد الإمام الجلندة بن مسعود، لأن هذه الفئة سنتجدها موجودة في كل التاريخ الإباضي، وفي كل فترة لهم مهمة معينة. ففي الجهاد يكون في مقدمة الجيوش، يمكن نسميهم اليوم يعني كوماندوز، هذا اللي هم مغامرون الذين باعوا الدنيا. طبعا الفرق ما بين هؤلاء وهؤلاء أن هؤلاء باعوا الدنيا لأجل الآخرة، وذلك مجهزون من هذه المهمات. وفي وقت السلم تجدهم بأنهم يهتمون بالشؤون الاجتماعية حتى يمكن نطلق عليهم شرطة. وعندما توجد فئة تقوم بهذه المهمة يكونون حرسا للإمام، فمهمتهم تتنوع وتختلف بالبيئات التي يعيشون فيها وبالأوضاع السياسية، سواء كان الأمنية أو الاقتصادية، يقومون بمهمة التي تناسب ذلك الوضع. عموما فهؤلاء الشورى قتلوا عيسى بن جعفر. طبعا هناك من يتساءل هل يمكن أن يقوم الشورى فوق سلطة الإمام ويتقدموا لقتل عيسى بن جعفر؟ العلماء برروا هذا المواقف بأن الإمام كان عنده نبأ بذلك، وإن ذلك كان منه، لأن معظم العلماء كل من يعني علق على هذه الرواية أجاز هذا الفعل الذي أقدم عليه هؤلاء الشورى. سنحاول أن نعجل نوعا ما، أريد أن أنهي هذه الإمامة. عموما من الجوانب المهمة أيضا، الإمام الوارث بن كعب كان إماما عادلا، واهتم كثيرا بالعمانيين، ولعل وفاته دليل على ذلك. فمما يروى في وفاة الإمام الوارث بن كعب وقصة وفاته أن وادي كلبو، وهو الوادي الذي يمر اليوم من أمام سوق نزوة، هذا مشهور اللي هو يمر من بعد الجامع على بوابة السوق، هذا الوادي
كان على ضفته الغربية، يعني الآن في اتجاه السوق، في الاتجاه الشرقي بالنسبة للخريطة، بالنسبة للمكان ما سيكون خريطة، في الاتجاه الشرقي الجنوبي هناك مكان لأشجار كثيفة، وكان هذا المكان يستخدم للسجن، فيه أشجار كثيفة وعنده ماء فيستخدم ذلك سجنا. وكان هناك مجموعة من السجناء في هذا المكان، نزلت الأمطار بغزارة فارتفع منسوب الوادي، وادي كلبوه، حتى وصل إلى هؤلاء المساجين، فأخبر الإمام بأن الماء سيغرق المساجين. حينها أمر الإمام بأن يذهب مجموعة لفك أسر هؤلاء المساجين، ولكنهم رفضوا جميعهم خوفا من الغرق، لأن يعني الوادي كان قد نزل بغزارة، فما كان من الإمام إلا أن نزل الوادي بنفسه وقال سأسأل عنهم يوم القيامة، فخرج وخاض الوادي على غزارته فسحبه الوادي وأغرقه، فمات غريقا في هذا الوادي. وكان هدفه كما هو معلوم هدفه أن ينقذ هؤلاء المساجين، لأن الله عز وجل سيسأله عنهم يوم القيامة، وما ذلك ببعيد الفاروق الذي كان يخشى الله سبحانه وتعالى أن يسأله الله عز وجل عن بغلة في العراق، يعني تتعثر لأن عمر لم يهد لها الطريق. فهؤلاء ساروا على نهج أولئك. فيقال من كرامات الإمام الوارث طبعا بأنه لم يجدوا جثته إلا بعد 3 أيام، بعد أن خف منسوب الوادي وبحثوا عنه فوجدوه في منتصف الوادي غريقا، ولم تتأثر جثته بشيء، جثته سليمة وكأنه مات الساعة. حينها اختلفوا في مكان دفنه، منهم من قال يعني يدفنه، أظن أهل السعال وأهل العقر اختلفوا أين يدفن، وأدى ذلك الخلاف على أن يدفنوه في المكان الذي وجدوه فيه، فدفنوه في وسط الوادي. ويقال بعد ذلك أن الوادي عندما يعني ينزل كان ينقسم قسمين عندما يمر بهذا القبر. وطبعا الآن القبر بعيد عن الوادي، كان دائما نتساءل، الروايات تقول بأن القبر في نصف الوادي، والآن هو في الحقيقة على حافة الوادي، الآن من يزور القبر سيجد حافة الوادي، ولكن لعل يعني الجوانب الجغرافية هي اللي تأثرت. يعني نحن الآن نتحدث عن حدث صار له 1300 أو 1200 سنة، يعني 1200 سنة قديرة بتغيير كل شيء، يعني الآن ما نحتاج نسوي 1000، خلي بس واحد يعني الله عز وجل يخرج من قبره قبل 1070 ويجي مسقط، مستحيل يحيد مكان. نحن الآن لما نقرأ عن مسقط نقرأ عن مطرح، نقرأ عن مطرح الآن ونسمع بعض المدن، لو تروح لمطرح مستحيل تعرفها، وحتى للبقية يعني لو أسألكم الآن وين باب الكبير مطرح، وين باب الصغير، وين باب المثاعيب، وين القزيزة، وين طو الزبدانية وزبادية زبادية، هذه مشهورة في التاريخ ولها أحداث تاريخية مهمة، وين هنا تقريبا يعني ما 40 سنة، وما بالك ب1000 سنة. فلعل الوادي قد انحرف مساره وأصبح هو أقرب إلى السوق منه إلى القبر. إذن هذه الشخصية الثانية في هذه الإمامة الإباضية، وهو الإمام الوارث بن كعب.